خصني نبدا الحصه ديالي دابا، انا واقفه وعندي نزيف، خصني نبدا الحصه ديالي ديال الشيمي والبوله باش يتحبس ليا النزيف. واعر عليا الحال، ما عنديش اللي يدير ليا سكانير برا، عييت عييت بسيرجي سيرجي، ما بقاش عندي حتى فين نبات، كلشي تخلى ليا. السلام عليكم، احنا حدا السبيطار ديال 20 غشت، معكم رشيده من مدينه سطات. كنجي مع الفجر، كنجي هنا، كنجي ثلاثه المرات في السيمانه حتى ربعات المرات، دابا شهرين وانا غاده جايه، ودابا خمس شهور باش اكتشفت المرض اللي عندي، ودرت تحاليل في سطات وداكشي. مني جيت هنا عاودوا لي كلشي من جديد، صيفطوني دابا ل 20 غشت. مني جيت عاطيني سكانيرات غاليين، من جيت اليوم خاصني ثاني ندير واحد سكانير ديال الطب النووي، قالوا لي ديري على برا، وانا ما عنديش فين ما كنجي كيقولوا لي برا على برا، راه خاسر راه خاسر. لي ريم حتى هو كنت شحال وانا غاده جايه، شحال وانا غاده جايه، درتو بزز، كنطلب وكنجي مع الصباح، من الصباح وخاصني ضروري نفطر، ما كنفطر حتى 4:30 ل5، واليوم دابا جيت باش نديرو حيت عندي رونديفو بعد غدا نهار الاربع، خاصني ندي للطبيب التحاليل والسكانيرات اللي عاطيني، دابا جيت بغيت باش نديرو، قالوا لي ثاني ما كاينش خاسر، انا ما عنديش الامكانيات باش غندير سكانير ديال 60 ولا ديال 160، هاد السكانير اللي عاطيني كيدير 160,000، منين غنجيبو؟ انا غير كاريه، وما دابا انا كنت خدامه، كانت عندي فراشه، مني مرضت ما بقيت كنفرش ما والو، ما عنديش دابا حتى باش نخلص الكرا، دابا باش غندير هاد السكانير؟ خاصني نبدا الحصه ديالي، دابا انا واقفه وعندي نزيف، خاصني نبدا الحصه ديالي ديال الشيمي والبوله باش يتحبس ليا النزيف. واعر عليا الحال، ما عنديش اللي يدير ليا سكانير برا، عييت عييت بسيرجي سيرجي، ما بقاش عندي حتى فين نبات، كلشي تخلى ليا. بابا دابا انا ما عنديش فين نبات حاليا، ما قادره نمشي حتى واحد من عائلتي، حيت كلشي تخلى عليا، ما لقيت حتى واحد بجنبي. كوار بزاف الحال اخويا، غالينا ليا السكانيرات، واخا نطلب ما غنجمع 160,000، واخا نطلب ما غاداش نجمعها. حتى الفانيد دابا اللي كنحبس به النزيف مخطوب في الفرماسيان. عندي كونسير في عنق الرحم، كنطلب من الجمعيات ومن المحسنين اللي كيشوفني يتصل بيا اللي بغى يتعاون معايا، راه هاد السكانيرات غاليين عليا، الله يجازيكم بالخير والله يرحم الوالدين. راني كنجي ثلاثة المرات أربعة من سطات، كنجي لهنا كنجي ونمشي، واليوم أنا ما عنديش فين نمشي، أنا غنبات هنا وما عنديش عاد من بات، الله يرحم ليكم الوالدين.